زار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بصحبة رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف ونائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم التدريبات الختامية لمنتخب الكويت لكرة القدم والمقامة على أستاد عبد الله الخليفة بنادي اليرموك، وذلك لتقديم الدعم المعنوي لنجوم الأزرق قبيل المغادرة إلى البحرين لخوض أول مباراة ودية بعد رفع الإيقاف والمقرر إقامتها غدا الأحد. وأعرب الغانم في تصريحات له خلال الزيارة عن ثقته في لاعبي الأزرق وقدرتهم على إظهار روح قتالية عالية خلال مباريات خليج 23 بغض النظر عن النتائج. بداية أكرر مباركتي لكل أبناء الشعب الكويتي بصفة عامة والرياضي بصفة خاصة على رفع الإيقاف الظالم الجائر الذي حرمنا من المشاركة في البطولات لمدة سنتين، وأغلب هؤلاء الشباب ما لهم أي ذنب في هذا الإيقاف، يعني باركت لهم رفع الإيقاف، والآن تجد التعطش ليس موجود داخل فقط عند لاعبي المنتخب، إنما في كل مكان تذهب إليه وتزوره تجد هذا التعطش وولهة الناس على الأزرق وعلى حضور مباريات المنتخب. حضور اليوم ما هو إلا دعم لإخواني وأبنائي اللاعبين وتشجيع لهم وأيضا مساعدتهم في التعامل مع ظروف البطولة. إحنا الأقل إعدادا صحيح، إحنا لم نخوض مباريات ودية كافية، يمكن لعبة واحدة قبل البطولة، نقابل فرق بعضها تأهل إلى كأس العالم وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة في التصفيات النهائية. من ناحية التجهيز والإعداد بالتأكيد كل الفرق يعني جاهزة أكثر منا بكثير، إنما مثل ما تعلمون بأن هدف البطولة بناء على رغبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بأن يجمع الأشقاء والأحبة على أرض الكويت، أرض السلام، أرض الوفاء، وهذا الأمر إن شاء الله سيتحقق بعد 5 أيام. فيما يتعلق في منتخبنا وبعض ما يعني قلته للاعبين انه يعني يجب الا يشعروا باي ضغط، انك بعد سنتين تي وبتلعب مباراه بحضور يمكن 60 65 الف متفرج، اكيد ترى هذا بيكون نوع من الضغط على اللاعبين، واحنا جربناها في العديد من البطولات الخارجيه سواء على مستوى النادي او على مستوى المنتخب. يفترض يعني أن هذا الضغط ينشال من اللاعبين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك أمر أو يعني على الأقل في تجربتي المتواضعة في الرياضة هناك أمر يعوض كل الأمور الأخرى، يعوض موضوع اللياقة، يعوض موضوع الإعداد، يعوض الكثير من الركائز الأساسية لتجهيز أي منتخب، وهو الروح. الروح اللي تكون موجودة عند اللاعبين هي التي تجعل في بعض الأحيان فرق أقل إعداد وجاهزية تتفوق على فرق أقوى منها، وهذا الأمر إحنا إن شاء الله غنيين فيه. وما شاهدته اليوم أيضا من اللاعبين بأنهم مليئين بالحماس والروح المعنوية عالية، وإن شاء الله يساهم حضور رئيس مجلس الأمة، حضور رئيس مجلس الوزراء، حضور الوزير المعني، حضور الجميع، يوضح لهم مدى الاهتمام بهذا الفريق. وعندي يعني شعور أتمنى إن شاء الله أن يصدق بأن ما راح يقصرون على أرض الملعب رغم الظروف الصعبة، وأن روحهم وحبهم لوطنهم ولبلدهم ولفنيلتهم الزرقاء ولجماهيرهم اللي إن شاء الله أتمنى أن تملأ أستاذ جابر يوم الجمعة القادم قادرة على تعويض أو على الأقل تقليل الفارق بينهم وبين جاهزية المنتخبات الأخرى.